فات بزاف القصص ديال الديكتاتوريين افارقه، بقات رمز للوحشيه والهمجيه. دي كانيبال، منهم اللي عطى معارضيه للاسود، ومنهم اللي رماهم للتماسيح، منهم اللي اتهم باكل اللحم ديال معارضيه. واليوم غنهضروا على واحد من هاد الرؤساء. واش فعلا طيب اللحم ديال معارضيه الوزير الفرنسي؟ واش فعلا كان كياكل اللحم ديال المعارضين ديالو هاد الرئيس ولا الامبراطور اللي بقات قصته مطار للجدل وجزء من تاريخ افريقيا الاسود، امبراطور افريقيا الوسطى جومبي ديال بوكاسا؟ فشكون هو جومبي ديال بوكاسا؟ وشنو هي قصه جومبي ديال بوكاسا؟ جومبي ديال بوكاسا من مواليد سنة 1921 بإفريقيا الوسطى. جومبي ديال بوكاسا هو الابن ديال واحد الزعيم ديال واحد القرية في إفريقيا الوسطى. عاش في بداية حياته مع الأم والأب ديالو بقرية بوبانغوي، واللي كان جزء من المستعمرة الفرنسية في إفريقيا، بحكم أن باه كان زعيم ديال القبيلة، غادي يفرض على السكان باش يخدموا الصالح الفرنسيين في واحد الشركة سميتها فوغيستيير. بعد مدة غادي ينقلب بوكاسا الاب على الفرنسيين وغيرفض ينفذ الاوامر ديالهم، شي اللي غيخليه يتعتقل ويتسجن بتهمة التمرد. غادي يسلسلوه وغيعتقلوه بمدينه مباكي، من مورها غادي يتم التعذيب ديالو بحيث غيخرجوه في ساحات الفيلاج في 13 نوفمبر 1927 وغينهالو عليه بالضرب حتى غيفقد الحياه ديالو. غادي توصل الخبر للزوجه ديالو اللي هي ام بوكاسا الابن، اللي ما قدرتش تتحمل الفراق ديال الزوج ديالها لدرجه انها بعد سيمانه واحده غتخدم على الانتحار. بعد ما ماتوا والديه بجوج في نفس السيمانه، غادي يبقى بوكاسا في الرعايه ديال العائله ديال باه اللي غيقروا باش يدخلوه لمدرسه سان جون دارك الفرنسيه اللي كانت مدرسه مسيحيه. بعد التخرج ديالو غادي يلتحق بوكاسا بالجيش الفرنسي في 19 ماي 1939. غادي يطلع في الكراد وغيتسلق السلم ديال الرتب العسكريه ابتداء من عريف سنه 1940 لرقيب اول سنه 1941. غيشارك في الحرب العالميه مع فرنسا ضد الالمان، غيشارك في الانزال ديال قوات الحلفاء في بروفانس قبو كسطيله الحرب العالميه الثانيه حتى تم الاطاحه بالمانيا النازيه. غيبقى بوكاسا حتى لمر الحرب بفرنسا بحيث غادي يدرس شعبه ترانسميسيون قبل ما يدرسها من بعد الضباط الأفارقة. غيتم الترقية ديالو الملازم تاني سنة 1956، وعامين من بعد غيترقى لرتبة ملازم أول. سنة 1962 غيترقى لرتبة نقيب. غينسحب بوكاسا من الجيش الفرنسي باش يتمكن من الالتحاق بالجيش ديال بلاده، خصوصا أن ولد عمه ديفيد داكو هو الرئيس الأول ديال إفريقيا الوسطى بعد الاستقلال، شي اللي غيخليه رجل ثقة لا من داكو رئيس البلاد ولا من الفرنسيين اللي نشأ على يديهم وعارفين الولاء الكبير ديالو. وغنشوفوا كيفاش غيستعملوه كجوكر من بعد، وفعلا غيولي هو القائد الاعلى ديال الجيش في ديسمبر 1964. كان ديما بوكاسا كيحاول يبان مع الرئيس داكو، الشي اللي خلى بزاف ديال الناس من الحكومة حضروا داكو منه واعتبروه تهديد عليه وما كانوش تايقين فيه. سنة 1965 غيرسل داكو بوكاسا لباريس كجزء من واحد الوفد ديال البلاد الواحد لاحتفال بفرنسا. ومين غيسالي الحفل وغيبغي بوكاسا يرجع البلاد، غادي يمنعو من دخول جمهورية افريقيا الوسطى، بحيث اخيرا داكو غيحس بالخطر الكبير اللي ولا كيشكل عليه بوكاسا.
واعتبروا تهديد حقيقي على النظام ديالو. غيبقى بوكاسا كيرغب المدة ديال شهور مسؤولين فرنسا وفي الجيش ديال بلادو باش يدخلوا ليه مع الرئيس باش يرجعوا. حتى فعلا غيقرر داكو باش يسمح ليه وباش يرجعوا للبلاد وغيلغي القرار ديال النفي ديالو. وفي 31 ديسمبر 1965 الليلة ديال راس العام، مع مرور الوقت غادي يبدا داكو يتحرر من الفرنسيين، وهنا غادي تجبد فرنسا الورقة ديال الجوكر ديالها اللي كان في هاد الحالة هو بوكاسا قائد الجيش والمخلص ديالها بعد داكو. بمعنى ان في الوقت المناسب غادي تحرك الجوكر ديالها وغتخدمو في انقلاب. وفعلا هادشي اللي وقع. فداكو بالرغم من الولاء ديالو الا انه بعد ما اخذ الحكم غادي يبدا يغير السياسة الداخلية ديال البلاد، وغيبدا يغير المعسكر ديالو من فرنسا وغيبدا يتوجه للصين. هنا فرنسا غادي تبدا تلعب معاه في القازح، بحيث غادي تلعب على الورقة الاقتصادية، بحيث غادي تبدا تعمل على الانهيار الاقتصادي ديال البلاد قبل ما تجبد الجوكر ديالها حصان طروادة بوكاسا، وغادي تنسق معاه باش يقوم بانقلاب عسكري، الانقلاب اللي ما كيعرفش فيه الاخ ولا الصديق صاحبه، وكينقالب الابن على عمه او على ابن عمه. انتشرت قوات بوكاسا في الشوارع والزناقي الليله ديال راس العام، بحيث غادي يستغل بوكاسا فرصه الاحتفال براس العام سنه 1965 باش اي تحركات عسكريه ولا حركه غير عاديه ما تبانش وسط الاحتفالات ديال السنه الجديده. دخلت سنه جديده على افريقيا ودخل ديكتاتور جديد، تزاد بوكاسا وغتساعد الريوس باش تطير من اجل الطموح ديالو. اول ما دار بوكاسا هو قطع العلاقات مع الصين ورجع لحضن الام البيولوجيه فرنسا. كانت كتربط بوكاسا علاقات قوية مع الفرنسيين، وخصوصا مع الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان الرفيق ديالو، واللي كان ديما كيقول عليه على انه فرد من العائلة. غيدير بوكاسا في الاول بزاف ديال الاصلاحات في صالح البلاد، غيطور البنية التحتية وغينتعش الاقتصاد، ولكن بوكاسا غيشوف على اليمن وعلى اليسار ما يلقى حتى شي واحد اللي حاضيه من غير الفرنسيين اللي كينفذ الاوامر ديالهم كما ينبغي، شي اللي غيخليه يتحول كيف ما كيتحولوا لفومبير بالليل من رئيس عادي لوحش بشري وديكتاتور من اخطر مولدات افريقيا. بدات الاعراض اللي كتقيس كبار الانقلابيين كتبان عليه بعد شعارات البراقه ديال الاصلاح والتغيير والحريه والديمقراطيه. جنون العظمه طغى على بوكاسا وبدا كيركز كاع السلطات في يديه، غادي يبدا في تصفيه المعارضين ديالو بلا رحمه، واكثر من هادشي غيبدا يسحق حتى المواليين ديالو اللي غير الى شك في الولاء ديالهم. غادي يوصل به الشك والوسواس حتى انه غيعتقل صاحبه اللي نفذ معاه الانقلاب على داكو ورفيق سلاح في الحرب الهند الصينيه. بعد ما اعتقلو ومارس عليه التعذيب بلا رحمه غيقرر في الاخير باش يقتلو في النهايه. هادشي كامل كان غير البدايه، افريقيا ولفات على هادشي، ولكن اللي مولفاش عليه هي اللي غتشوفو من بوكاسا منين غيعلن راسو امبراطور ديال البلاد. واش غادي تتحرك فرنسا؟ نعم تحركات، ورسلت ليه الاموال باش يمول الحفل الكبير ديال التنصيب ديالو، رسلت ليه قوات خاصه من اجل الحمايه ديالو، لحقاش بوكاسا ما بقى كيثق في حتى واحد من ولاد بلادو. وتقام الحفل الاسطوري وتعلن قيام الامبراطوريه جديده، سمى بوكاسا راسو بوكاسا الاول، غيعلن تنصيب الابن ديالو كولي للعهد. غادي يخسر في هذا الحفل اكثر من الميزانيه ديال بلادو، وغيبان بوكاسا بحله جديده كبحال شي امبراطور من القرن 14، طقوس اقرب لنابليون من الحاكم افريقي. العرش ديال الذهب اللي جلس عليه هذاك النهار الطول ديالو 3 متر مرصع باتمل الاحجار، اكثر من 1000 الماسه باش مرصع، زياده على الصولجان اللي كيبلغ الوزن ديالو اكثر من 5 كيلو ديال الذهب. غادي يبدا يسيطر على كاع القطاعات الاقتصاديه ديال البلاد اللي غتكون في الملكيه ديالو، حتى غيولي بالصح كيملك كاع افريقيا الوسطى. غيسيطر على كاع القطاعات الحيويه، غادي يتزوج 17 مرة، غيولد معاهم 50 ولد. من بين اغرب اللحظات اللي تسجلات في تاريخه هي لما مشى عند الرئيس المصري انور السادات، بحيث انه منين غادي يستقبله غيدي انور السادات باش يشوف متحف ديال الخديوي اسماعيل، ومنين غادي يشوف واحد العربه ديال الخديوي اسماعيل غادي تعجبه، غادي يطلب من انور السادات باش يعطيها ليه. ولكن الرمزيتها بالنسبه لمصر اللي ما كتقدرش بثمن، غادي يرفض انور السادات هالطلب
شي اللي غيتسبب في القطيعة بيناتهم، أو بالأحرى من جهة بوكاسا. كان بوكاسا من عشاق القذافي لدرجة أنه غادي يسلم غير باش يرضيه. وبما أننا جبدنا القذافي وبوكاسا، فكيف ما كنقولوا طاح الحك وصاب غطاء. القذافي غيحط كشرط على توقيع واحد الاتفاقية بيناتهم أن بوكاسا يعلن الإسلام ديالو، وفعلا غيعلن بوكاسا الإسلام ديالو، ولغدا غادي يرجع للكاثوليكية. كنظن بأن بوكاسا بالرغم من الجنون ديالو بالعظمة غيكون ضحك على جنون القذافي اللي ربما ما عندوش حدود. تعرف على بوكاسا على أنه كان كير من المعارضين للتماسيح والسبوعة في واحد الحديقة خاصة، كان كيتم إعدام الشفارة قدامه قتلا بالمطارق. ربما أغرب إعدام سمعتيه، طبعا كنعرفوا الإعدام رميا بالرصاص والإعدام شنقا، ولكن الإعدام قتلا بالمطرقة تميز بها فقط الإمبراطور الجديد بوكاسا. غادي يبدا بوكاسا يحماق، ولكن هذاك الحماق ديال هبل تربح، بحيث غيفرض قرار باش كاع التلاميذ والطلاب يلبسوا لبس موحد. تقدر تقول على ان هذه ماشي شي حاجه كبيره وماشي شي حاجه مفاجئه، لكن المفاجئ هو انه خد هذا القرار حيث مرتو عندها وزين ديال النسيج، وغيفرض على ان الشركه ديال مرتو هي الوحيده اللي عندها الحق تنتج هذا الزي المدرسي اللي كان في الاصل باهي الثمن مقارنه مع الدخل ديال الشعب. هنا غتكون القشه اللي قسمت ظهر البعير، حيث غيخرجوا الناس في المظاهرات خصوصا التلاميذ والطلاب ديال المدارس، وغتبدا عمليات القمع والاعتقال اللي غيمشي الضحيه ديالها بزاف ديال الدراري الصغار بدون تمييز. غيقتل حوالي 100 ضحيه، ومع انتشار المظاهرات غادي يتم اقتحام القصر الرئاسي اللي غيتفاجئوا منين غيلقاو عدد كبير ديال الاطفال معلقين، وغيتم العثور على جثث ناس في الثلاجه ديالو واللي كيقولوا على انه كان كيطيبهم للضيوف ديالو، بحيث غيقول واحد من الوزراء الفرنسيين على انه ليله التنصيب ديالو كامبراطور غيقول ليه على انك غدا بشويه كليتي في العشاء لحم بشري. وبعد ما غيتم مواجهته بهاد التهمه في المحكمه غادي يقول على ان هذاك اللحم البشري اصلا ما صالحش للاكل، لحقاش اللحم ديال بنادم كيكون مالح بزاف، وغينفي ان اللحم اللي في الثلاجه ديالو كان كيستعملو في الطياب للضيوف ديالو، وغيتم التبرئه ديالو من هاد التهمه. وهو في زياره لعند صديق ديالو القذافي في ليبيا غادي يرجع مره اخرى الرئيس السابق داكو اللي انقلب عليه في الاول، وغيرجع الحكم مره اخرى وغينقلب دوره على بوكاسا بعد ما تخلاو عليه الفرنسيين، وغيدعموا داكو مره اخرى. غيكون بوكاسا السبب في اقصاء الرئيس الفرنسي جوسكار ديستان وحرمانه من ولايه ثانيه، منين غيعلن على انه قدم لي هديه من الماس ثمينه، الشيء اللي تعتبر على انها رشوه لجوسكار ديستان. غادي تنفى بوكاسا في الاول للكوت ديفوار ومنها لفرنسا قبل ما يفاجئ كل شيء سنه 1986، منين غيقرر يرجع لبلاده والوقوف قدام العداله. غيتبرأ من تهمه اكل لحوم البشر وغيتحكم بالاعدام في باقي التهم قبل ما يتخفف الحكم يولي من المؤبد. وسنه 1993 غيتم الاخلاء ديال السبيل ديالو في اهانه الارواح الضحايا ديالو. غادي يعيش حياه عاديه حتى الحدود سنه 1996، بحيث غيتوفى بنوبة قلبية عن عمر يناهز 75 سنة. كانت هذه هي قصة حياة جون بيدل بوكاسا من البداية للنهاية.